مشاهدين النهار في كل مكان، اهلا بحضراتكم ولايف جديد. يعني في الحقيقه احنا موجودين في عزبه النخل، وقعه ماساويه راح ضحيتها رمضان 35 سنه على يد صاحب ورشه وابنه. التفاصيل، القصه اللي حصل، يعني معانا شقيقته اللي هتروي لنا بالتفاصيل. ايه اللي حصل؟ اللي حصل اخويا يوم الحادثه في حين النوم قال انا هروح اشتغل في الارض اللي جنبنا دي. فقلت له خلاص ماشي اطلع. طلع اشتغل. الناس اللي في الارض طلبوا منه اللمعه عشان هما بيتوه فيها المهندسين، فراح يجيبها. فالاب القاتل راح موقفه وقال له انا مش قلتلك ما تعديش من هنا. فاخويا راح قال طب اعدي منين؟ اقرب مكان ليا دون. راح قال له لا ما اعرفش، شوف لك مكان تاني اعدي منه، ما تعديش منها تاني. فاخويا سمع منه الكلمه راح يجيب القلمه. في رجعته اشتكى الناس هنا في الشارع. راح الناس في الشارع قالوا له خلاص يا رمضان سيبقى كله عند ربنا، واحنا هنخلص اللي في ايدينا وهنطلع نشوف الحوار ده معاه وخلاص ما تطلعش تاني. فقال لهم طب انا هشوف اختي هتاكل وهروح اجيب لها اكل واجي. فدخل قال لي هتفطري؟ قلت له اه هفطر. فقال لي طب انا هروح اجيب فطار واجي. فطلعته القاتل راح موقفه قال له مش لسه قايل لك ما تطلعش من هنا. فراح قال له، فاخويا راح بيقول له صلي على النبي احمد في قلبك. فطبعا الواد بقى فاز مش كويسه في الاشتم اخويا. اخويا منه ان هو لو من شتمه ما بيردش. فبيقول له ما شاء الله سامحك، وانا ايه هرد على الكبير، هرد على الكبير وهطلع لك ايه ناس من عندنا يتكلموا مع ابوك. فطلعته كان الواد طلع جاب السكينه. اول ما اخويا سابه الواد طلع جاب السكينه وقف في البلكونه. فاول ما بعت شويه فابوه راح مشاوله من البلكونه قال له انزل. فطبعا الكاميرات جايبه كل دون لان هو واقف مع ابوه عند المحل. واول ما اخويا بعد راح عند بسكت الزباله راح الواد جري وراه وراح مديله بالسكينه في ظهره. فاخويا في لفته بيقول له خلاص مش قادر خلاص الضربه جامده. فراح مديله واحده في رقبته واحده في وشه واحده في قلبه. طب شايفه ان ده السبب يستدعي ان هو يقتله؟ لا طبعا هو يقول له ما تتعديش من هنا عدي من هنا فيجيب سكينه ويقتله ولا في خلافات قبل كده؟ ما كانش يستاهل اصلا موت زي ده يعني. هو عمل لك عشان تموته. طب ما تقول لنا ايه السبب؟ ممكن يكون في خلافات بينهم قبل كده؟ اللي هي خلافات من 10 سنين دي. اخويا اصلا ولا اخواتي ولا عيل عمي ليهم علاقه بيها. هو اللي كان له علاقه عمي وعمه ناس كبيره وعمه اه ناس كبيره. كانت قطعه ارض اللي هي مكان العماره بتاعت السيد القاتل دون كان ستي قاعده فيها، كان بيت قديم. فكان عم ابويا هو اللي كان بتاعه. ف سيد الموت طبعا كان شحات زي ما بيقولوا. فجي قال لعمي قال له اقنع عمك ان هو يديني الارض وانا هديك حلاوتك وليكوا شقه فيها وخدتها. فعمي اقنع عمه ان هو يبيعها. فقال له خلاص ماشي يا هاتو. عمي هو اللي جاب سيد الموت لعمه. فاتفقوا ان هو ياخد الارض وتتهد ويطلع تطلع عماره، وعمي ياخد شقه على حسب العماره ما تطلع. قلت له وصلها ياخدها تلاته وصلها زي ما هي ياخدها، وان هي تتشطب من كله. فقال له خلاص ماشي. ولما جت الارض اتبنت ادى متر من عمه ومتر من سيد الموان لعمي. دي حلاوه الارض. وجمعوهم في محل، دي حلاوته خدها. والشقه طلعت والتلات اوض وصاله العماره كلها. جينا نفتح الشقه بتاعت ستي لقيناها اوضتين وصاله. فبنبص للشقه الثانيه. ده من حوالي 10 سنين. تمام. من 10 سنين يعني خلافات قديمه جدا. كمل. فطبعا الخلافات بدات بقى من هنا. الشقه والاوضتين، ويعني اشمعنى احنا اوضتين والثالثه وتانيين وثالثه. الخلافات بدات من كده. عمي جاب ناس كبيره حلت ان هو سيد يدفع لعمي 20,000 حق الاوضه. تمام. بس والخلافات بدات من كده. انا بقيت لفت لعمي على كل حاجه في الطلعه وفي النازله.
فمشاكل بدأت. طبعا سيد المعوم بيتخانق مع عمي، فاخواتي عمرهم ما شافوا عمهم بيتخانقوا وهيسكتوا، ما لازم يقفوا له. رمضان بقى اللي ما كانش موجود، يعني القتل ده ما كانش موجود، كانش حاضر القصه دي، ما كانش حاضر والله، كان مسافر. اللي كانوا موجود اخواتي الاثنين التانيين وابن عمي اللي هو عم اللي هو ابوه كان سبب الحته دي كلها. بس والمشاكل بقى بدات ان هو يتلكك لاخواتي ما تطلعوش على الشارع تاني، وعمل محاضر ابتدى يعني مش حقيقيه، اه كيديه ان اخواتي ان ابويا تعدى عليه وبلطجه وابتدى ومزور قبل اكراه. وانا يعني عامل لاخوكي محاضر قبل كده، اخويا وابويا وعمامي الاثنين وعيال عمي. انا لو شفت عيال عمي التانيين اقول لهم على قدهم على الله. عايزين نرجع ليوم الواقع، يعني مين عرف الخبر وايه اللي حصل فيهم بالظبط؟ عرف الخبر ابن اخويا صغير عنده 6 سنين، فكان بيجيب له كان بيجيب حاجات من على الشارع، فجي بيقول لي يا نوران ده احمد ابن سيد الموان بيتخانق مع رمضان. طبعا انا ما خططتش في دماغي ان هو يموته، انا قلت خناقه زي اي خناقه، ما احنا متعودين احمد ابن سيد الموان دايما مع اخويا ده. فطلع انا اخرج يا ادم، شباب العيله عندي محرجين لو حصل ايه ما تخرجيش. اخرج حد من العيله نزل، راح قال لي اه وفي شباب كمان في الشارع، فخلاص فقعدت في مكاني ما خرجتش شويه. ولقيت واحد بيخبط على الباب بيقول لي سلم عادك هنا، ده اخوكي بره سايح في دم. ف ما انصدمت، فرحت خارجه وقفت في الشارع، لقيت واحد سويت واحد جالي من على اخر الشارع من صاحب اخويا بيقول لي الحق اخوكي على الشارع، اخوكي مذبوح الحق اجري بيه على المستشفى. فقبل ما طلعت على الشارع لقيت الناس خدوه جريبوا وخدوه في توك توك، بسال الناس قالوا لي اجري الحق اخوكي على اليوم الواحد. جريت على اليوم الواحد، بسال الناس اللي على الباب في حاله لسه داخله دلوقتي في توك توك، قالوا لي ايوه ماما خش على الطوارئ على طول. دخلت انا وبابا على الطوارئ، كان بابايا معايا، اخدته ودخلت على الطوارئ، لقيت اخويا نايم على السرير وهدومه سايحه في الدم، ما فيش حته في هدومه باينه. بقيت اقول يعني هي تعويره ولا الدم ده كله من ايه؟ ما انا مش حاطه في دماغي ان هو يكون موته، قلت تعويره جابت ده كله. بقيت اصوت طبعا من صدمتي، مش عايزه اسال، انا عايزه اطمن عليه هو. لسه في الروح يعني مش عايز وصف المتوفي ولا كلمني هو ده كمان بتاع الزباله كان واقف عاوز يلحق اخويا، فالقتل واقف على جثه اخويا، قال بتاع الزباله عاوز يقرب عليه، فبيقول له انت لو جيت جنبه هنايمك نمتش. خلى بتاع الزباله والله لو ينفع انه يجي جنبه، يعني واقف مصدوم بيقول لي اخوكي طلع في الروح قدامي ما كنتش قادر اعمل له حاجه. واقف مصدوم بيقول لي تاني كان ماسك سلاح، كان ماسك ومبينها، بيقول له لو جيت جنبه هنايمك نمتش يعني تكفى. طبعا عمري ما سمعت اي حد. فبيقول لي ان اخوكي مش بايد، ان هو كان تاني كان ناوي ان هو يموت اي حد جنبه. ابوه بقى كان موجود بيتفرج على ابوه، خلى احمد بيجري ورا اخويا وماشي تتا تتا. عارفه العيل اللي بيتعلم المشي، هو عايزه ان هو فعلا يموت. انا امشي واحده واحده عشان لو انا لحقت. وزارة الداخلية كانت طلعت بيان للواقعة دي وقالت ان هم قبضوا على صاحب الورشة والعامل عشان صاحب الورشة حرض. ايوه ما هو يعني ده كان مثبت في التحريات ومثبت في الوحدة. ومعايا الفيديو مبين ان هو واقف مع ابوه. ده مش ادعاء منك، لا ده مثبت فعلا. مش ان انا قولي لنا الكاميرات باينة. قولي لنا بقى اللي بان في الكاميرات. اللي بان في الكاميرات ان رمضان اخويا واقف بعيد ماشي ناحية الجبالة، فعمال يبص لهم عشان هو شايفهم الاثنين واقفين. انا اخويا من هو بيقلق بيخاف، فعمال يبص لهم مستغرب ان هما الاثنين واقفين على الشارع وعمالين يبصوا له في المشي. فراح ما خدش اخوانا ان هما يمشوا وراه، الاثنين راحوا واقفين مع بعض عند المحل. عبد الله الصغير اخو احمد وابو القاتل، والقاتل ما تعرفش كان جاي منين، كان جاي باين دايما بقول لك ان هو شاور له قال له انزل، كان هو جاي من على العماره جري وراه، الكاميرا جايبين هو جاي من هناك بيجري ورا اخويا. والتاني اللي كان واقف مع بعض على المحل راح لف من ورا العربيه راح لحق اخوه. انت قلت لنا ان كان واقف لما اخوكي قال لك انا رايح اجيب فطار كان واقف معاه تحت وقال له ما تروح ما تطلعش ناحيه هنا، مش ابويا قالك ما تجيش ناحيه هنا. وكان هو واقف في البلكونه قبل ما اخوكي بقى قبل يرجع. قبل ما اخويا يعني هو مسافه ما اداله ظهره للشارع وطلع بره المصيه، كان ده طلع فوق. اخوكي عنده كام سنه شغال ايه؟ 35 سنه. ومش شغلنا ايش، هو شغال اي حاجه، بيحب يجيب اللي امه الحلال ارزقي على الله. ما بيحبش يقعد، كلمه يقعد في البيت يقول لك لا انا مش زي البيت بتاعك في البيت. هو تمام عنده 19 سنه صغير بس تشوفه ما شاء الله اطول من حضرتك. وانا اخويا مش اللي هو يعرف يجيبه. بيدرس الولد ده؟
بيدرس في مدرسه اترفض من كده مدرسه قبل كده ان هو كان بيروح بسلاح في ايه معايا واخته كانت معايا في المدرسه وكانت دايما بتجيب مشاكل. لكن اخوكي ليه سبب مشاكل قبل كده مع حد ولا حاجه؟ اخويا رمضان طوب الارض بيحبه والله العظيم. مش اخويا طوب الارض بيحب ولا بيحب يتخانق مع حد ولا بيحب يقول شكل حد. انا يوم ما جه ولقى الخناقه حصلت بيقول له خلاص ولد وصل له على النبي كان حاسس ان حد فينا هيقع ما يعرفش ان هو بيقول له خلاص ان حدش فينا يقع المشكله هتكبر. هو عارف ده على ايه مرات الراجل ده اصلا اخواتها الاثنين محبوسين 10 سنين في امن دوله في خط مين مرات ابو الام القاتل ام القاتل اخواتها الاثنين محبوسين 10 سنين في امن دوله من خط. تعالي يعني احنا في يوم عمتي طلعوا لها بيقولوا لها يا حبيبتي هدي الدنيا هي اللي ماشيه البيت. الكلمه كلمه الست زي ما بيقول لك جوز الهانم رايح جوز الهانم جه يعني تعالي لما بيقعد في عائله رجاله بيقول لهم ثاني طب بكره هرد عليك. الرجاله بيبقوا عارفين بكره دي يبقى انت هتاخد كلمه مراتك وترد عليها بكره. بتبقى قاعده في القعده هي اللي بتتكلم انت بتطبق ايه مرات الموان مرات الموان جت عمتي طلعوا لها قال لها يا حبيبتي في شباب عندك والشباب عندنا فهد الدنيا واحنا اللي انتوا عايزينه هنعمله لكم. بعتنا ناس كبيره من الشارع اكتر من 20 مره ان احنا نتصالح وشوف اللي انت عايزه نعمله عايز المحل خده. الاول كان قال انا عايز المحل عاندنا وقلنا له لا. بعد كده لما لقينا المشكله هتكبر والشباب هتروح عمي قبل ما يموت الله يرحمه انا عمي كل المشاكل اللي حصلت بسبب عمي متوفى دلوقتي. انت بتطالبي بايه في النهايه؟ اعدام طبعا من الاثنين عشان الاب لو خرج في شاب تاني وفي عيل تاني زي ما ربك كبيرة يا رب الصغيرة على كده ان شاء الله. شكرا جدا مشاهدين النار في كل مكان. يعني زي ما حضراتكم تابعتوا معانا تفاصيل الواقعة المأساوية اللي تعرض ليها رمضان شاب عنده 35 سنة بعزبة النخل. بشكر حضراتكم على طيب المتابعة الى اللقاء.